انت العودة الفريق اللي هو شريح لك المرحله ديال الفراغ او هزيمتين اللي جاوهما بعد نتائج ايجابيه. الحمد لله اللاعبين دخلوا وقاموا بواحد المقابله في المستوى في الشوط الاول، عرفوا يستغلوا بعض المنافذ اللي هي جاتنا بعض الفرص اللي جاتنا، ولكن رغم ذلك ما سجلناش. الحمد لله اللاعبين انهم في الشوط الاول كنا متمكنين وكنا نسجلوا اكثر من هدف. الشوط الثاني الفريق الخصمي يمكن المدرب هو قرا قراءه ديالو، شاف كان من الضعف اللي كانت عندنا في هذا اليوم خصوصا في وسط الميدان، مشاو قدروا جاتهم اكثر من فرصه، لكن الحمد لله اللاعبين ديالنا بحكم التجربه ديالهم بحكم المستوى اللي بينوا عليه في عده مقابلات خصوصا مقابلات ضد الفرق الكبيره مستوى طيب، والحمد لله الانتصار ما هو الا حافز لنا باش ان شاء الله نزيدوا الامل فيما تبقى من البطوله. انت غادي تقول تكهن بان تقدر في اي مقابله تقدر تلعب مزيان وغتقدر تخسر. حنا دابا كنجيرو ماتش فار ماتش والحمد لله النتائج غادية معنا بالفرجة باللعب. الحمد لله حنا دابا غادي نبقاو واحد كاتر ماتش، عرفوا كيفاش نجيريو، لأنك عندك فرق أخرى اللي هي في المستوى اللي عندها هي لاعبين تمام كما قال السي يعيش 18 لاعب، كاين لاعبين هما اللي جايين نهضرو على الرجاء والوداد وفرق أخرى راجلين أكثر منا غير ما كيتطرقوش ليهم. ولا جيتي اغلبيه اللاعبين اللي كيلعبوا ديالنا حنايا مثلا ما كنشوفوش، حنا هذيك 18 كنشوف مثلا غير 6 ولا 7 لاعبين معاهم شباب كالشاوني كايم عيش وخاصنا نطرقوا ليهم. الحمد لله حنا غادي كنجيرو ماتش فار ماتش، ومن اللي غادا تبقى واحد المقابله لجوج غادي تبين، ولكن حنا كيقول هذه ما سيما الشيخه حنا المهم نكونوا نحتلوا واحد المراتب ديال في هذه الاربعه الاولى اللي كتخلق لنا نلعبوا واحد المكانه في سواء لا كوب افريقيا او البطوله العربيه. بكل صراحه الا هضرنا على اللعابه شباو بداو كيلعبوا واحد المومون طوال، لان هما اش داروا؟ داروا ان بريسينغ ديال شدوا هذوك ديال الميليو التيران، ولا جينا حنا غنلعبوها غادي يمشيو كونتر، عندهم دي جوار رابيد كيجرو هذاك الشيء غادي يمشيو غير ماركيو علينا. حنا الدراري عبد بحكم التجربه ديال الخالقي وديال السي فتاح هذوك اضطروا باش يلعبوها، وحنا ملي كيشدوا عارفين اللعاب اللي هما في الامام بلا سي رفيق ولا اللاعب يمعيش لا شدوا دار ان بون كونترول شد اوريونتي راه هو رابيد يقدر يمشي هادي. هما حنا كون حيت هو دخل وصح يمكن عارف بان الميليو تيران كان عندنا فيه شويه فاي بالنسبه للي دو جوار كنهضر عليهم ديما بكر وهيرلي، كون حنا لعبوا في الميليو كانوا غادي يقدروا يمشيو دو كونتراتك ولا ثلاثه يمشيو يماركيو لك. داكشي علاش دري فاطمه بالتجربه ديالو ولينا كنلعبوا هذيك اللي حتى هي كانت واحد السيف ذو حدين، ولكن عطاتنا حنايا دوزيام بالون اللي هي سجلناها وعطاتنا ثاني ولاو لقاو دي بروبليم ولا التراب ولا كيفلوطي ولا الاخر كيفلوطي، هذه في حد ذاتها ايجابيه. بالنسبه للسؤال الثاني جمال ايت معلم جمال ايت معلم كنعرفوا لاعب في المستوى، لاعب اللي هو كان في ايت من الاول وجا للجيش لاعب ماشي غنجيبوش الجيش غير هكاك، كنعرفوا هو لقى البلاصه ديالو عامره ولا ما تعطاتوش الفرصه ديالو. ملي جا عندنا المدرب ديما كيقول لي بان بلاصه كاين عنده لي كاليتي ستان جوار كيعرف يلعب الكره، ستان جوار اللي هو عنده واحد لافراك مزيان، ستان جوار اللي رابيد عنده كاع المواصفات، ولكن اللعاب ديما كانش هو ديما بحال هو ما تعرفش بان راه هذيك البلاصه ديالو راه يقدر يديها لاي لعاب. ملي جات الفرصه اسامه توعد دخل هو بروفا، ولكن كراس السي بن شيخه لان قال لي خذ البلاصه بلاصه هي ما ديال حتى شي واحد في الفرقه، وتخرى هو بين على المستوى ديال حتى هو شاد البلاصه ديال اللي ما غاديش يكون اون فور، راه كاين اسامه تجربه وكاين المسائل هذه راه بدون مناقشه. نشوف بكل صراحه السي بن شيخه هو فاق المساله، وعارف ان كاينين لاعبين اللي هما جوج مزيانين وكاينين لاعبين اخرين اللي هما واحد اللحظه طلع عنهم ترينوا معنا بريس كثر واجو خلقيه خمسه. دابا كاينين جوج لاعبين كاين شرفي وكاين لاعبين في المستوى، ولكن كما قال لك الكوتش راه ما تقدرش تدخل لاعب وانت غادي عندك واحد لوبجيكتيف تدخل اللاعب، يقدر هو ما يدورش مع هذوك اللعابه ولا يقدر هو يتهرس وغيتلاح كما بزاف اللعابه ليكزومبل راه بزاف اللعابه في المغرب هذه. دابا هما مع الفريق غاتجي له مومون ديالو ولا غادي يبدا السي بن شيخ غادي يبدا يدخلو 20 15 مينوت هذاك الشيء، وفي اي لحظه يقدر يدخل السي بن شيخ راه انت كتعرفو اي لحظه راه هو، ولكن باش نقول لك باش غادي يعطيو مقابله من الاول راه سي با فاسيل في هذا المومون، لان كاين واحد لوبجيكتيف كاين تبعات غادي يدخل الدري يقدر ما يدير والو صافي تهبس الى هذاك الشيء نونتوما، ولكن دي لاني بروشين راه كاينين 3 جوار ولا 4 جوار اللي السي بن شيخ مامن بالناس ديالهم راه ان شاء الله غيكون معنا. الحكم ولي عنده الصلاحيه باش انه يحتسب هدف ولا يرفض. بالنسبه لنا حنا كنا كنفضلوا على ان الهدف يكون محتسب لان كنا محتاجينه في اللحظه،
من خلال الرؤيه المبدئيه ديالنا حنا كلاعبين، وحنا تفاعلنا مع الحارس لان شفنا الحارس دخل بالجسم ديالو كامل ومني تلك الكره، فحنا قلنا بانه الكره دخلت، رفعنا يدينا، لقينا حكم الشرق، حنا ما مشيناش مع الحكم الوسط، مشينا مع الحكم الشرق، لقيناه مشى معنا الفرنتر، مشينا فرحنا وتحسسنا الهدف. ولكن كنتفاجئوا بانه الحكم جا وقال بانه كاين خطا، ما عرفناش شنو هو الخطا اللي كاين، واحد الكره تلعبات، كنظن بانه كاين الناس اللي غادي يطرقوا لهذه المساله هذه وغادي يحسموا فيها. على العموم الحمد لله بانه هذا الحدث هذا ما اثرش علينا، وكنا محافظين على النتيجه وحافظنا على الفعل، الحمد لله كملنا البعثيه ديالي في مباراه تاع امام فريق المغرب التيفاني، لقيت واحد الاصابه، درت شويه ديال الفحوصات ولقيت بانه لازم نقطع الراحه على الاقل واحد 15 يوم باش نسترجع العافيه ديالي، فانا استرجعت العافيه ولكن ما رديتش البال لانه كانت عندي اون بوتيت ليزيون في واحد ليغامون ديال واحد الطوندون ديال ليسكيو، كانت عندي اون بليسيور اللي بقات قديمه، مرات ولكن مرات قديمه وما مرات بشكل ايجابي، اضطريت معها انني نلعبش بجوج مباريات الوداد ديال الاسفي، الحمد لله ما كنتش كنحس بالالم، ولكن باستشاره مع الطبيب باستشاره مع صاحب الحق فضلت انني نزيد ناخذ واحد الاسبوع باش انني نتمنى الحمد لله من هذه الاصابه هذه، الحمد لله انا استرجعت العافيه ديالي بشكل جيد، والحمد لله اليوم انا ساهمت مع المجموعه في انتظار ان شاء الله مباريات مهمه اللي باقي لينا على اساس ان شاء الله نحقق حتى ان شاء الله باقي واحد شي حاجه تكون مزيانه هذه السنه. تفضل استاذ. هاني انا على الاختصار طويلا غنرجع لك للتجربه ديالك سواء مع الوداد او مع المغرب التطواني من خلال يعني البطولات الافريقيه، كيفاش تشوف رفاق عبد الصمد واتحاد طنجه في يعني واتحاد طنجه على بعد اربع دورات يعني من اقتناص احدى التذاكر المؤديه الى احدى البطولات؟ اول حاجه ممكن شي اللي هو اكبر المتفائلين ما كانوش كيتوقعوا اتحاد طنجه بهذا المستوى، رغم بعض الانتقادات اللي طالت الفريق محسوبه على بعض الناس، لكن ما كتمسش الجمهور ما كتمسش الناس الاعلاميين الحقيقيين ديال طنجه. كنعرفوا بانه اي فريق ناجح الا هو ضروري يطلع عنده بعض الاعداء اللي كيحاولوا على انهم يشوفوا على الفريق باش ما يوصلش لشي حاجه اللي هي مزيانه. حنا كلاعبين كنشوفوا بان هذه السنه هذه فهي سنه ديال اتحاد طنجه، كنشوفوا المسار، كنشوفوا الاداء اللي كيقدموا اللاعبين، كنشوفوا واحد الدعم كبير ديال ما نقولش غير الجمهور، كنقول المدينه ككل، لان يعني حنا كلاعبين كنحسوا بهذا الشيء. بغض النظر على التمارين فانت في الشارع كتلقى دعم من الناس، كتعرف بان كاين الناس متبعينك والناس كيتسناو منك شي حاجه لانه مده طويله ما فرحوش بزاف الفريق اللي كان في القسم الثاني، وفريق اللي المدينه ما تستحقش انه يكون عندها فريق في القسم الثاني صراحه، بالهيكله ديالها بالجمهور ديالها بالناس الاعلاميين ديالها بكل شيء. الحمد لله كنظن بان اللاعبين لحد الساعه كانوا في الموعد، ولكن مازال هي هاكوا جوي حنا كلاعبين ما قانعينش بهذا الشيء، وما راكش نهزو ريوس عاوتاني الفوق رجلينا باقيين في الارض على اساس انه ناقشوا كما قال السي بالعربي على الاداء ديالو مباراه بمباراه. حنا ما كنفكروش في اللقب باش نكونوا صريحين، ما كنفكروش في اللقب الان، حنا كنفكروا في اي مباراه ناخذوا ثلاثه نقاط، سواء اللاعبين داخل الميدان ولا خارج الميدان ولا الخصم اللي كان، كنفكروا في ثلاثه نقاط بديك الطريقه اللي غيعطينا المدرب ديالنا، الكل كيعرف الحنكه ديالو في تسيير المباريات، حنا ما علينا الا نتابعوا نطبقوا التعليمات وغادي ان شاء الله هذه السنه هذه.